السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة فيلد واير بينظم لك المشاريع بتاعتك. فأول ما تفتح الصفحة بقول له مثلا عايز نيو بروجكت، وتبدأ تسمي المشروع بتاعك زي ما انت عايز، وليكن مثلا هوتيل البروجكت كود. تمام، وتشوف ايه المشروع اللي قريب منه. تمام، وتبدأ بقى ترفع الملفات بتاعتك، وتقدر تيجي هنا تبدل بين المشاريع. خلينا نروح لهم. ممكن تعمل سورت او تعمل فلتر للبروجكت لو في مشاريع كتير وانت عايز مشروع معين. هنا دي الاشخاص اللي معاك في المشروع، تقدر تدو ناس اخرين او تعمل تصدير ليهم اكسبورت يوزر. عندنا هنا الاكونت بتاعك، هل هو انت شاريه ولا بيزك. ممكن تشتري حاجة اعلى ابجريد. وهنا الاي بي اي لو انت عايز تبرمج جواه، وده تمبليت جاهز، وده التوتوريال. وهي على موقع بيم اريبيا على اليوتيوب هتلاقي شرح مفصل لكل جزء من اجزاء البرنامج.